يلا تفضل. كيف تنظر إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم؟ هل ممكن أن يخرج بأي شيء؟ وإلى أي حد مدى يستطيع المجلس أن يقدم ما يجري في جنيف في خصوص تقرير جولدستون؟ انعقاد مجلس الأمن اليوم في بتوقيته هذا مهم للغاية من حيث تهيئة الأجواء المؤاتية لانعقاد اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ومن أجل تهيئة مجلس الأمن أيضا بحد ذاته للتعامل مع التقرير عندما يأتي من جنيف. إذن هناك إيجابية كبيرة في انعقاد الجلسة بغض النظر عن الأبعاد الإجرائية، هناك أهمية سياسية لانعقاد هذه الجلسة. مساعدة مجلس الأمن، مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وحثه على التعامل كما يجب مع المطلب العربي في جنيف، ومن ناحية ثانية تهيئة مجلس الأمن نفسه إلى أن يتعامل مع التقرير عندما تقرير القاضي جولدستون عندما تأتي الإحالة رسميا من مجلس حقوق الإنسان في جنيف. هل لاحظتم من خلال كلمة الأمين العام للمتحدة أن هناك نية صادقة نحو معالجة القضية داخل مجلس الأمن الدولي، أم أن تركها في جنيف فقط؟ الصورة لن تتضح تماما إلا بعد استكمال التحضيرات الجارية في جنيف من أجل عقد جلسة مجلس حقوق الإنسان والتصويت على إحالة تقرير جولدستون وفق الإجراءات المتبعة من مجلس حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن في نيويورك. بعد ذلك تتضح الصورة تماما. القصد من الطلب الليبي بتسبيق انعقاد الجلسة من جلسة اليوم من 22 الشهر إلى اليوم هو تحديدا، القصد منه كان تحديدا خلق الأجواء الكفيلة والمؤاتية بحث مجلس حقوق الإنسان على التعامل إيجابيا بمطلب إحالة التقرير من جنيف إلى نيويورك. في ظل الأجواء الدائرة حاليا في مجلس الأمن الدولي وانقسامه واعتماد مبدأ ازدواجية المعايير، ما هو الجديد تنتظرونه من مجلس الأمن؟ تعامل مجلس الأمن مع القضية الفلسطينية ومع الصراع العربي الإسرائيلي بشكل عام هو مسار غير محدد زمنيا كما تعرف، لأن النزاع الصراع العربي الإسرائيلي ما زال مستمرا على مدى عقود. فالمهم هو أن نحافظ على زخم هذا المسار، خاصة وأن الأمم المتحدة أضحت جزءا من الرباعية الدولية، بمعنى أنها جزء من صناع القرار فيما يتعلق بالتسوية. لكن ما يهمنا نحن كعرب وكشرعية دولية هو أن يكون هذا المسار مستمرا وقائما على المرجعيات الدولية الشرعية، وخاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام. أنا هنا اليوم أتحدث باسم منظمة المؤتمر الإسلامي وليس بصفتي الوطنية، باعتبار أن سوريا تترأس منظمة المؤتمر الإسلامي لهذا العام. Can I ask you about the Turkish-Syrian new pact? Is that what is the meaning of that as far as you're concerned? I think you haven't heard me when I was speaking in Arabic. Today I'm speaking on behalf of the OIC as a chair of the OIC and not in my national capacity as Syrian permanent representative to the United Nations. However, to answer your question, the Syrian-Turkish relationship are excellent, and we congratulate ourselves by the historical achievement that we did yesterday. سؤال باللغة العربية لو تسمح، يعني ما هو تقييمكم الآن لمستقبل تقرير جولدستون هنا في المنظمة الدولية؟ يعني نرى معارضة قوية للغاية من الولايات المتحدة، سمعنا من إسرائيل أنها لن تعود لمفاوضات السلام إذا تم مناقشة التقرير، فهل سيتم طوي هذا التقرير والتنسيق؟ المداخلات التي استمعنا إليها حتى الآن من قبل الأعضاء 15 في مجلس الأمن عكست وأظهرت قلقا بالغين من قبل أعضاء مجلس الأمن جميعهم إزاء الممارسات التي تقوم بها إسرائيل اللا إنسانية، الممارسات اللا إنسانية التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعكست اهتماما بالغا بمحتويات تقرير القاضي جولدستون. هذا الأمر كان إجماعيا اليوم في البيانات التي ألقيت، بمعنى أن إسرائيل أضحت معزولة حتى داخل مجلس الأمن، وعليها أن تتعامل مع هذا التقرير وفقا للقرار الذي سيصدر عن كل من جنيف ونيويورك.
أهمية الجلسة اليوم كما قلت هو أنها عزلت إسرائيل أمام المجتمع الدولي، أظهرت عدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية، أظهرت عدم اهتمامها حتى بالتقارير التي يعدها عادة، وهي مجموعة من التقارير أضحت حتى الآن، يعدها عادة مجموعة فرق تقصي الحقائق وفرق التحقيق في الممارسات اللا إنسانية التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ما هي الخطوة التالية؟ ما الذي ستقومون به في ضوء تهديد الولايات المتحدة أنها ستستخدم الفيتو مثلا لو وصل الموضوع لمجلس الأمن؟ المجموعة العربية مدعومة بالمجموعة الإسلامية ومجموعة عدم الانحياز مصرة على الحفاظ على هذا الملف حيا في أروقة مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة ككل، وهذا بحد ذاته مكسب كبير للحفاظ على زخم تقرير جولدستون والتعامل معه كما يجب وفقا للتوصيات التي وردت به. وفي النهاية جولدستون إنما ينطق باسم الشرعية الدولية، والرجل كل ما قاله هو أنه أحال توصيات إلى الأمم المتحدة للتعامل معها، فالأمم المتحدة معنية بتطبيق توصيات القاضي جولدستون، لا سيما وأنه هو بحد ذاته يرأس آلية من الآليات المنبثقة عن الشرعية الدولية، فهذا الأمر لا يمكن تجاوزه. أهم شيء هو أن يبقى هذا الملف حيا في أروقة مجلس الأمن، أن نحافظ على هذا الزخم، أن ننتقل من النظر إلى العمل، أي أن ننقل الملف تقرير القاضي جولدستون من التعامل معه نظريا إلى التعامل معه عمليا في مجلس الأمن لتطبيق التوصيات الواردة فيه، وأهمها مساءلة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة وإحالة مجرمي الحرب.